واهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي انا اياد ابو غوش، ومستمرين ومكملين مسيرتنا نحو تميز الابداع، طالعين ان شاء الله نحو المليون. بداية وقبل كل شيء خليني احكي شكرا، شكرا لكل واحد تواصل معي، شكرا لكل واحد دعا دعوة من قلبك، شكرا لكل واحد حكى كلمة حلوة طالعة من جواته طالعة من قلبه بتدل على طيب اصله وعلى صفاء نيته فيما يخص المولود الجديد اللي اجاني. ان شاء الله عقبال الكل، واللي مش متجوز يتجوز، واللي متجوز يجي عيال، والله يخلي لكم احبابكم. ومن لا يشكر الناس لا يشكره الله، وانا مش متعود ما اشكر الناس، فبالمقابل راح اختار ناس من التعليقات على هذا الفيديو واربحهم يعني اي شيء بدهم اياه، شو ما هو يطلب وبمقدرتي راح اعطيه شو ما كان. كان بده كورسات، كان بده كتب، كان بده استشاره، كان بده حسابات انستغرام، كان بده ما راح احدد انا، انت اللي بدك اياه شو اللي ما بتحتاجه راح احكي لك اتواصل معك، احكي لك انت شخص انا حبيت اشكرك، يعني لو بايدي اختاركم كلكم واشكركم كلكم والله ما راح اقصر، بس ان شاء الله اللي جايات اكثر. وفيديو اليوم سببه انه دائما الاشخاص تتواصل معي بتكون خايفه من موضوع المنافسه، بكون خايفين انهم يفوتوا بمجال التجاره الالكترونيه او بمجال التسويق الالكتروني او باي مجال كان، شو ما كان هذا المجال بكون خايف لانه في ناس اكبر منه واقدم منه بهذا السوق، فبالتالي الشخص بحسبها براسه بصير يفكر بحكي انه طب انا لو فتت هون، طب هذاك الشخص ما هو قبلي، هذاك الشخص اشطر مني، هذاك الشخص عنده خبره، فما راح اقدر انافسه ومنتجي راح يخسر وما راح يجيني مبيعات على سبيل المثال. او شخص ثاني بتواصل معي بحكي لي اياد انا في اشخاص حطوا عينهم علي، كل ما بجيب منتج خلص بمتجري شايفين متابعين على متجري بروحوا بيجيبوا نفس المنتج وبيبيعوه، حاطين عينهم علي خلص هيك مستهدفيني هم، اي منتج بيشوفوني بربح فيه بروحوا بيجيبوا هاي المنتجات وبصيروا يبيعوا زيها. الناس دائما بتتوتر من موضوع المنافسه مع انه هو بصراحه موضوع كتير مهم، يعني دائما الاستراتيجيه التسويقيه اللي بدك تمشي عليها في متجرك او بالبزنس اللي كان عندك لازم يكون نقطه رئيسيه بهاي الاستراتيجيه اللي هي المنافسين، لانه ممنوع منع بات تجاهل المنافسين. انت يا صديقي عندك عينتين، واحده لازم تكون على المنافسين والثانيه لازم تكون على العملاء، هذا هو سر النجاح، هاي هي الخلطة السرية. اذا انت كنت بس بتطلع ومركز على العملاء انت راح تفشل. انت الخلطة السرية لازم تبيعها اليوم انه لازم يكون عندك عين على المنافس وعين على العميل. شوف ركز معي خليني احكي لك هالقصة. اليابانيين يا سيدي العزيز بيحبوا السمك كتير، ومع العلم انه اليابان مليانة جزر، بس المي اللي حوالين هاي الجزر البحيرات او البحر اللي هو السمك اللي فيه يعني تقريبا مش معدوم بس قليل جدا صار، لانه دائما اصطياد هذيك الجزر كلها باصطياد. فاليابانيين فكروا انه كيف احنا بدنا نغطي احتياجاتنا من السمك، كيف ناكل سمك اذا انه الجزر اللي عندنا هاي المي اللي حوالينا هاي السمك فيها قليل، فبالتالي صاروا يطلعوا بقواربهم ويروحوا على البحر لمسافات أطول وقوارب أكبر ويجيبوا سمك بهاي القوارب ويبيعوه للناس. فهنا لاحظوا معلومة كتير مهمة واللي هي إنه السمك صار يوصل مش طازة، لأنه المسافات اللي عم بيمشوها مسافات بعيدة ومسافات طويلة عم بفوتوا على أعماق البحار. فكروا اليابانيين وراحوا جابوا زي ألواح ثلج وحطوها بهاي القوارب اللي هم طالعين فيها، فصاروا لما يصطادوا السمك يحطوا السمك بأحواض أو ألواح الثلج هاي، وراحوا ودوا هذا السمك للناس وباعوه. بس برضو الناس هنا ما عجبها طعمة السمك، ليش؟ لأنه حسوا أنه طعمه مجمد وبيفرق عن السمك الطازة. رجعوا فكروا اليابانيين، وراحوا جابوا بدل ألواح الثلج حطوا حوض زي بركة أو حوض في ماء اللي يحطوا السمك فيه عشان يضلوا طازة، يعني كأنه بالبحر بس حاطينه بحوض عبين ما يوصل. والله بالفعل حطوا القوارب وحطوا فيها احواض المي هاي وجابوا اصطادوا السمك وحطوه فيها ووصلوا على الجزيرة يبيعوه، برضو الناس ما عجبهم طعم السمك. ليش؟ بتعرف طعم السمك اختلف لعدة اسباب. السبب الاول كانت الاحواض مكدسة بالسمك، فبالتالي السمك بطل يتحرك بمسافات كبيرة فقل نشاطه، فبالتالي بطل فريش بما فيه الكفاية. والسبب الثاني برضو انه بعد فترة من الزمن السمك نفسه بتقل حركته بقل نشاطه، فهذا الاشي بيأثر على طعمه. فهذه الاسباب كلياتها ادت الى انخفاض سعر السمك، انخفض سعر السمك، انخفض الطلب عليه، طعمه بطل زي ما هو. ورجع فكر اليابانيين، وهنا طلع معهم حل واللي هو انه بداخل كل حوض سمك بنحط لهم سمكة قرش، سمكة قرش صغيرة لحتى انه يضلوا يهاجم السمك والسمك يضل خايف منه ويهرب ويضلوا بنشاطه لحد ما نوصل الاسواق. وبالفعل نجحت معهم هاي الطريقة، صاروا يحطوا سمكة قرش بداخل حوض سمك في السمك اللي اصطادوه، ولما بوصلوا لعند ما انهم بدهم يبيعوه بيكون السمك نشيط وكله حيوية وكله طاقة ومحفز وما وقف حركة، وهذا السمك ضلوا يجتهد ويشتغل ويتعب لحتى انه يهرب من هذا القرش. فشو العبرة
العبرة من هاي القصة. أنا ليش عم بحكي لك هذا الحكي؟ يمكن في ناس كتير مش مهتمة بالسمك ولا باليابانيين أصلا، بس العبرة هون يا سيدي إنه إذا أنت عم بتبيع بسوق وفي عندك منافس حوت هو مسيطر على السوق، فاعتبر إنه هذا المنافس هو أصلا أداة إيجابية إلك لحتى إنك أنت تتحفز إنك تصير زيه، لحتى يضلوا عندك حيوية ونشاط، لحتى إنه ما يصير في عندك كسل بذهنك، لحتى إنك تضلك تتميز، لحتى إنك تضلك تطور منتجاتك وتحسن من البزنس اللي عندك، لأنك شايف في حدا أكبر منك بدك توصل له، في حدا عم بيطلع عنك. فالمنافس الحوت هذا اليوم هو سبب كبير انك انت اصلا اليوم عم بتفكر وعم تجتهد انك انت تتحسن، وهذا هو التفكير الصحي، هذا هو التفكير السليم، عكس ناس كتير اللي هم بيفكروا اذا في حوت منافس عندي انا هون لازم انسحب واطلع من السوق، هذا تفكير غير صحي بتاتا. فارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك لا تخاف من المنافسه. شو مكان المنتج اللي انت عم بتفكر تبيع فيه وشو تدخل فيه بالتجاره الالكترونيه، اكيد حيكون في ناس غيرك عم بتبيعه، اكيد مش انت مبتكر هاي الفكره. وحتى لو انت مبتكر هاي الفكره وهذا المنتج، حيطلع لك منافسين، حييجوا ناس اصلا يبيعوا هذا المنتج ما دام شافوه منتج ناجح ورابح. فلا تخلي المنافسه تاثر عليك سلبا، بالعكس المنافسه لها ذوق حلو، لها لذه، لها طعم، لها نكهه خاصه. احكي لك على مستوى الامازون، الامازون اللي هو التوب بالعالم اليوم، لو الامازون ما بيطلع له كل يوم منافسين، ما بيطلع له 100,000 موقع بيحاول يكون هو الامازون، كان امازون اليوم ما كان بالمكان اللي هو فيها. كان قبل 10 سنين الامازون ضله ثابت زي ما هو، نفس الموقع، نفس الابلكيشن، نفس الدنيا اللي هو ماشي فيها. ليش؟ لانه خلص انا الملك، ما في حدا ينافسني وما في حدا اصلا طالع عندي، فليش اتطور انا؟ لا، بس لانه في باليوم 1000 موقع بيطلع زي امازون، فامازون مضطر كل يوم يضل يحارب 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 لحتى يضل هو التوب. طب خذ هالمثال الصغير يا سيدي العزيز، الاسبوع هذا الواتساب غير سياساته ونزل تحديث جديد، صار انه اذا انت ما قبلت، ما كبست بايدك قبول على سياساته الجديده واللي هي بتنص على انه يستخدم معلوماتك وبياناتك الشخصيه لاهداف تسويقيه لمنصته الثانيه واللي هي فيسبوك وانستغرام، بده يستخدم بياناتك انت اللي بتنشرها على الواتساب من صور، من محادثات، من مكالمات، من كلمات مفتاحيه، من كل شيء، بده يستخدم هاي البيانات الشخصيه ولاهداف تسويقيه على الفيسبوك، يصير يعرف كيف يستهدف اكثر وينجح اعلاناته اكثر وياخذ فلوس اكثر من المعلنين. واذا انت ما وافقت ممنوع تستخدم الواتساب بعد هيك، هذا التحديث حاليا موجود وعم بوصل لدوله دوله بالتدريج، فاذا ما قبلت هذا التحديث انت ما راح فيك تكون تستخدم الواتساب بعد هيك. فهي حركة قوية من شركة الواتساب أو من شركة الفيسبوك. بس بالمقابل مين طلع عندك؟ طلع عندك شركة اسمها سيجنال. سيجنال اللي ما بيعرف هو تطبيق مشابه للواتساب تماما. هذا سيجنال انتهز الفرصة واستغل الإشي اللي عم بيصير حاليا وتحديثات الواتساب الجديدة، وراح صار يوجد حاله أكتر وعزز حاله أكتر، مقابل إنه إيش؟ يضلوا ينوه إنه أنا كسيجنال ممنوع منع بات عندي أستخدم معلوماتك وبياناتك الشخصية والأسرار اللي عندي كلياتها لأهداف ربحية والأهداف تسويقية، عكس الواتساب والفيسبوك تماما. فهون الفيسبوك ما كان حاسب هذا الحكي بعين الاعتبار انه حيطلع له منافس هلأ يعني يخليه يندم على الساعة اللي فكروا فيها بهيك تحديث، والحرب شغالة هلأ بينهم. شوف شو اللي صار، بذكاء وسرعة بديهة من الفيسبوك شو راح عمل؟ حكى مدام انه الناس هلأ كلها عم تبحث عن كلمة سيجنال بالاب ستور لحتى يحملوا هذا التطبيق، راح عمل حملة إعلانية خطيرة. اي حدا بكتب كلمة سيجنال حاليا على الاب ستور حيطلع له اعلان الماسنجر والواتساب مباشرة بالاب ستور. فراحوا سيجنال نشروا عندهم تويت على حسابهم الرسمي وبيحكوا شو فيه، وبيحكوا فيه طلع الذكاء انت، بيحكوا فيه انه صحيح الفيسبوك هو كثير بيكون مرتاح وهو الناس بتعلن عنده وبتدفع له فلوس، بس برضه الفيسبوك مستعد يعمل ايش مكان لحتى انه يتصدر نتائج البحث ويطلع بالمرتبة الاولى لما الناس بدها تدور على كلمة سيجنال. شايف المنافسة كيف؟ طبعا اللي زاد الطين بل مين؟ السيد ايلون ماسك اللي هو صاحب شركة تسلا، صاحب شركة باي بال، نزل عنده تويت على حسابه الرسمي وكتب فيه كلمتين فقط use سيجنال. فلما واحد بمكانة ايلون ماسك بيحكي يوز سيجنال ببوست زي هيك، الناس كلها فهمت ايش، ما كانت لسه كل الناس عارفة بموضوع الواتساب وتحديثات وتطبيق سيجنال، الناس كلها فهمت انه يوز سيجنال انه استثمروا بسيجنال. والله بالفعل الناس اغلبيتها راحت، اللي كانت عارفة سيجنال واللي مش عارفة راحت وين؟ على سوق البورصة وبحثوا عن كلمة سيجنال وبلشوا يشتروا فيه اسهم، لانه اسهم سيجنال بيطلوع، ولقوا انه كان سعر السهم 0.37 سنت، اي انه اقل من 40
50 سنت للسهم الواحد، وصاروا يشتروا 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 ويستثمروا فلوسهم بهاي الاسهم وبشركة سيجنال، لحد ما انه تضاعفت سعر اسهمهم 1100%. وصل سعر السهم الواحد بدل اقل من 40 سنت وصل 8 دولار خلال 24 ساعة، وببوست واحد كلمتين بس من السيد ايلون ماسك على حسابه بالتويتر خلى اصحاب شركة سيجنال يعملوا 660 مليون زادت ثروتهم. احكي لك شو اللي بيضحك بالموضوع. اللي بيضحك يا سيدي العزيز انه الناس اللي استثمرت فلوسها باسهم شركة سيجنال طلعت شركة سيجنال ونوهت، حكت يا جماعة الخير احنا تطبيق مش ربحي ومش موجودين بسوق البورصة، فبالتالي الاسهم اللي اشتريتوها بشركة تانية اسمها مشابه اسمها سيجنال ادفانس فهي مختلفة تماما. فشوف سبحان الله كيف انت ناس غنيت بدون ولا اي ما لهاش اي علاقة بس لانه اسم شركتهم ادفانس، وهو اصلا شركة لها علاقة بالمعدات الطبية وهي ما فيش فيها موظفين اصلا، شركة وهمية بالاسم، صاحب الشركة هو بس اللي هو هاي الشركة صاحب الشركة ويمكن اخوانه او ابنه ايش زي هيك. بس تطلع قوة السوشيال ميديا، انت تطلع اليوم كيف كلمتين على التويتر من شخص مؤثر ومشهور وعالمي زي هذا الشخص شو عمل باستخدام السوشيال ميديا، كيف رفع ناس وزاد ثروتهم 660 مليون دولار ب 24 ساعة. على اليوم يعمل لي منشن او يذكر اسمي عنده ببوست هذا ايلون ماسك، يا الله. فبالنهاية يا صديقي العزيز بليز لا تخاف من المنافسة، بالعكس ادرس منافسينك كثير منيح وابدأ بالتجارة الالكترونية بالمنتج بالفكرة اللي ببالك بمتجرك بالخطة بالفكرة اللي عندك ابدأ فيها شو ما كانت تكون، ولا تخاف من مين حاليا موجود بالسوق ولا تخاف من مين راح يجيك بعدين على هذا السوق. ارزاقنا كلها موجودة ورزق على الله، رزقك راح تاخده ورزقي راح اخده، لو انا وياك بنبيع جنب بعض وفاتحين محلين جنب بعض ومتجرين جنب بعض وعم بنبيع نفس المنتجات وعم بنبيع بنفس السعر رزقك راح تاخده ورزقي راح اخده، هذا اشي مكتوب ومقسوم. فتوكل على الله، لا تخاف ولا تضل متردد، بالعكس ادرس منافسينك كتير منيح، استهدفهم، خلي بيناتكم دائما مشاريع واشياء حلوة لحتى تقودكم للتطور. وهذا هو كان كل الفيديو لليوم، اذا انت مهتم باحد هاي الامور احضر الفيديوهات اللي راحت، استنى الفيديوهات الجاي. كان معكم اخوكم اياد ابو غوش ونشوفكم على خير، سلام.